يخطفها لاعب اتلتيكو مدريد. وين اللعبه؟ اللعبه صح، وصلت صح، لدينا لاعب سريع 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 سريع، خطيره خطيره خطيره، انحطت في الجول الثالث، ثابت في مرمى فيكتور فالديز، النمر الكولومبي للمره الثالثه يظهر. واحدة في العارضة، واحدة مرت من تحت فيكتور فالديز، لكن الثالثة ثابتة، المتألق اللي يشعل مدرجات الكامبرو. شوف كم واحد، 20-30 واحد من مشجعي فريق أتلتيكو مدريد، والنمر الكولومبي يظهر الآن في الكامبرو ويتشوف. شوف 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 شوف، هو فكها صح، اعتقد ماريو سواريز فكها صح، لكن لاحظ 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 ليش هو عنده 17 هدف. شوف يا سلام يا سلام، النمر الأولمبي الكولومبي يتألق، وحتى على الساحر الأرجنتيني في هذه المباراة، مر من الجميع وتخلص وحط.